رحلتنا النهارده وخلال الشهر الكريم بنتكلم عن يا مولانا مش عايز اقول جندي مجهول لان هم عظماء يعني، بس هو في الحقيقه جندي مجهول. هي حيره كده ما بين ان هو حد كان في حياتك دايما السنيد، دايما اللي واقف في ظهرك، دايما اللي واقف جنبك، هو الجندي المجهول، وما بين انه لولاه ما كانش حصل حاجات كتير جدا حلوه في حياتك. يعني أقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لما تشوفي حضرتك إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لنا الدال على الخير كفاعله، وقال لنا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان اللي هو بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في تصرفاته ما بيبصش إن أنا اللي هعمله ده هيعود عليا بانعكاس ايه في ان الناس تعرفني. فانا مش عايز اكون مرائي، انا بعمل واجبي في الحياه. وبعمل واجبي مريدا به وجه الله، وبعمل واجبي علشان ده واجبي. فتبص تلاقي ربنا يطرح في تصرفه البركه، ويترتب على تصرفه ده نتائج عظيمه جدا ممكن تبقى تتعدى مجرد اماله وطموحاته اللي كانت محدوده وكانت برضو ايجابيه، وكله في ميزانه وكان محدش يعرفه. انا يمكن استحي ان انا اقول عليه سنيد، يعني الجندي المجهول هو الايه التعبير الاكثر لياقه. نعم، هو شخص مؤثر تاثير بالغ. لما تيجي تشوفي مثلا واحد زي مش هذكر لك نماذج معروفه ممكن يعرفها كتير من الناس، لما اجيب لك واحد زي مثلا سفيان الثوري. نعم، سفيان الثوري ده كان احد ائمه الاجتهاد الكبار في التاريخ الاسلامي. احنا عندنا المجتهدين على مدار التاريخ الاسلامي يمكن ما وصلوش ل 80 واحد اللي هم يقدروا يستنبطوا الاحكام مباشره من القران والسنه. نعم، سفيان الثوري ده كان من كبار الائمه المجتهدين، امام في الفقه وامام في الحديث وامام في الزهد والتقوى والصلاح، يعني راجل من اولياء الله الصالحين الكبار. واعتقد لو سالنا مشاهدينا دلوقتي او حتى لو سالتني انا، بس والنبي ما تسالني بس انا هسالك بس السؤال تاني كمان شويه. لو سالنا مشاهدينا تعرفوا ايه عن سفيان الثوري؟ ممكن ناس كتير جدا ما تعرفش كده. خلاص، يبقى فرصه طيبه ان احنا ناخد الاسم ده ونحاول ندور عليه ونشوف ايه ملامح حياته واراءه وزهده وورعه وكذا الى اخره. نعم، سفيان الثوري ده كان في عهد هارون الرشيد هو بالمناسبة. نعم. مين الجندي المجهول وراء هذه الشخصية العظيمة اللي أنتجت في الفقه وفي الحديث وفي السلوك إلى الله، يعني طريق الزهد والورع وكذا إلى آخره؟ ما تعرف في سيرته كده هنلاقي أنه هو طفل، أمه قالت له يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الله، يعني الرزق طلب العيش ده انت ما تحطوش في حسبانك مطلقا، انت بس ذاكر وتعلم. انا عايزك تتفرغ للمذاكره. الله، وانا هنسج هغزل هبيع علشان انت احتياجاتك كلها تلبى. فبقى مفرغ، وقضيه التفرغ دي في حياه العالم او طالب العلم دي حاجه اساسيه، لان طالب العلم ده ما يقدرش يعيش في حياه مشوشه، ما يقدرش يعيش في افكار موزعه، لازم يعيش في بيئه تسمح له بالتأمل، تسمح له بالمذاكرة، تسمح له بالتفكر عشان يقدر يبدع، وإلا أي حاجة تضاد هذا تقتل الإبداع فيه.